تم تعيين عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري. في يوم الأول قرر إن هو يزور أحد فروع أو مكاتب الهيئة ويتفرج على العمليات بتتم إزاي عشان يقدر يلاحظ ويعرف التطوير هيكون في أي اتجاه، ولاحظ إن كل المعاملات بتتم في مكاتب البريد بتتم بشكل روتيني وشكل يدوي. وقتها عصام الصغير أدرك إن مهمته في إن هو يحول كل المعاملات اليدوية لمعاملات أوتوماتيكية. ومن أجل التحول الرقمي هائل قرر عصام الصغير إن هو يحط استراتيجية للوصول للهدف ده، وكانت الاستراتيجية بتاعته في شكل مرحلتين. المرحلة الأولى كانت هي تحسين الأداء المالي للهيئة القومية للبريد المصري، وكان المرحلة الأولى بتنقسم لخطوتين. الخطوة الأولى هي عبارة عن زيادة أرباح الهيئة، الخطوة الثانية خفض تكاليف الهيئة. والخطوة الأولى علشان يحقق نتائج منها قرر ان هو يخصص 10% من ارباح كل فرع لموظفين الفرع، وبناء عليه قال ان وصلت بيهم ان الموظفين كانوا بيطلعوا بره المكاتب يحاولوا يبحثوا عن عملاء جداد. خلال 3 شهور وجدوا ان ايرادات الهيئة القومية للبريد زادت بحوالي 258 مليون جنيه مصري. هنا بدأوا ينتقلوا للخطوة الثانية ويتبعوا استراتيجية خفض التكاليف. من ضمن التاكتكس اللي اتبعوها في استراتيجيتهم لخفض التكاليف ان هم خصصوا 10% من الوفر للموظفين اللي هيعملوا على او يساهموا في خفض تكاليف كل مكتب. خلال 3 شهور وجدوا ان الهيئة القومية للبريد المصري وفرت 165 مليون جنيه. المرحلة الاولى بخطوتينها الاثنين وجدوا ان هي نهاية السنة المالية 2016-2017 حققت صافي ارباح 5 مليار جنيه مصري. وقتها انتقلوا للمرحلة الثانية الا وهي التحول الرقمي الهائل، وكان شعار المرحلة دي او الهدف في المرحلة دي ان هم يتحولوا من مقدم تقليدي لخدمات البريد الى مركز خدمات متعدد قليل استخدام الاوراق، او زي ما بيتقال عليه paperless، بتطبيق اليات التحول الرقمي واتمتة العمليات في مكاتب هيئة البريد المصري. نجحت الهيئة القومية للبريد المصري انها توفر خدمات متنوعة للمواطنين وللعملاء، من ضمنها ان المواطنين يقدر يدفع فواتير، يقدر يحجز تذاكر القطر، يقدر يجدد رخصة القيادة، يقدر يستخرج شهادة ميلاد وغيرها من الخدمات اللي يقدر يعملها من خلال تطبيقات الموبايل أو من خلال موقع الهيئة. من ضمن الخدمات الناجحة جدا للهيئة القومية للبريد المصري هو خدمة الإيزي باي، وإيزي باي ده يعتبر بطاقة خصم مباشر أو ديبت كارد، وليه تطبيق أو موبايل أبليكيشن اسمه إيزي باي برضو. بتقدر من خلال كارت الإيزي باي إن أنت تدفع خدمات كتير وتستخدمه زي أي ديبت كارد بتستخدمه صادر من البنوك عامة. وبعد النجاحات الهائلة في التحول الرقمي ده بدأت مرحلة جديدة ألا وهي تقديم تغييرات ثورية في الهيئة القومية للبريد، ومن ضمن خططهم للفترة اللي جاية ان هم يوفروا منصة للتجارة الإلكترونية اعتمادا بقى أو بتعتمد على الخدمات المالية اللي بتوفرها الهيئة، وبالتالي يقدروا يوفروا منصة تجارة إلكترونية. من ضمن أهدافها ومن ضمن مزاياها انها بتوفر للشركات الصغيرة ان هم يعرضوا منتجاتهم محليا ودوليا بدون مقابل. ومن ضمن المزايا اللي هتكون موجودة في منصة التجارة الإلكترونية اللي تابعة لهيئة البريد المصري ان هي بتحل مشكلة كبيرة جدا الا وهي ارتفاع تكاليف شحن المنتجات دوليا. علق عصام الصغير وقال ان احيانا بتصل تكلفة شحن بعض المنتجات الى تكلفة اكبر من تكلفة تصنيع المنتج نفسه. كان الحل المبتكر اللي اقترحه عصام الصغير لحل المشكلة دي هو ايجاد مركز لتلقي الطرود والشحنات في الولايات المتحدة الامريكية، وهيتلقى من 12 دولة، بعدين يتم ارسال الطرود والكونتينرز للمركز التاني اللي هيكون متواجد في مصر، طبعا استغلالا موقعها الجغرافي المتميز. ومن المركز اللي موجود في مصر هيتم فرز الشحنات دي وإعادة شحنها لقارة إفريقيا. طبعا تغير ثوري وتغيير رقمي هائل حصل في الهيئة القومية للبريد، وأوريدي هو ملموس في خلال الأربع سنوات الماضية، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نلمس التغييرات دي في جميع القطاعات الخدمية في مصر. شكرا جزيلا.